والمسألة كما تلاحظون جد خطيرة، خطب جلل، ومسألة الصلاة خف ميزانها عند كثير من المسلمين، نسأل الله العافية. كثير من جنس الشباب تحديدا، جنس الشباب تحديدا عندهم تساؤل في قضية الصلاة يعني مخيفة جدا، وبعضهم قد وسوس له الشيطان وأملى له والعياذ بالله، وذلك أنه قال، يقول له: أنت عندك معاصي وعندك ذنوب، كيف تصلي؟ كيف ينظر إلى الشيطان كيف يدخل على ابن آدم. يقول لبعض هؤلاء الشباب، يقول: كيف أصلي وأنا عندي ذنوب ومعاصي؟ فرق بين الذنب الذي يبقي عليك اسم الإسلام وبين الذنب الذي يسلب عنك اسم الإسلام، فرق بين هذا وذاك، على طبعا القول من يرى بكفره الكفر الناقل. ولذلك الصلاة سبب معين على ترك المعاصي والذنوب والآثام، بل العاقل الفطن الذي فعلا لديه شهوات وأهواء وذنوب وخطايا، المفترض أنه يحرص على الصلاة أكثر. لماذا؟ لأن الصلاة سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات والخطيئات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. المقصود بأن هذا سبب معين، سبب معين على قضية ترك على تكفير الذنوب والخطايا والسيئات. وأغلب الشباب الآن عندهم هذا الأمر، أنه يعني ما يليق أنني أفعل كذا وأصلي، سبحان الله العظيم، شتان بين هذا وهذا. ولذلك احرص على الصلاة، واظب على فرائض الله، واسأل الله تعالى أن يعافيك من هذه القاذورات ومن هذه الخطايا والذنوب والآثام، وتبذل الوسائل في ذلك. يعني بعض الناس الآن مقيم على الذنب لا يبرح، ويقول: يا رب تب علي، ومع ذلك لا يبذل وسائل الابتعاد عن الذنب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس.